طلع كده الصوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكمالا لما بدأناه المرة السابقة واللي قبلها، النهاردة إن شاء الله هننهي الجزء أو الموديول الخاص بالويندوز أو التعامل العملي بالكمبيوتر. يعني احنا قلنا إن في جزئين، التعامل بالكمبيوتر هو أول موديول وآخر موديول اللي هو الويندوز والأي تي. الويندوز هو الجزء العملي والأي تي هو الجزء النظري. تمام كده. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على 3 نقط. هي اول نقطة انا كاتبهم كده في الوايت بورد رقم 1. هنتكلم على 3 نقط. اول نقطة هي الكنترول بانل، تاني نقطة هي السيمبل اديتنج او حاجة بسيطة كده في الكتابة اللي هو الجزء الوورد باد. تالت حاجة، لا انا لسه عملتش شير للصورة، هعمل لها حالا بس بعد بس هنتناقش كده شوية. تالت حاجة هنتكلم على جزء البراندينج. تمام، هنعمل ان شاء الله شير للصورة عشان هنتكلم عن الكنترول بانل. هنتكلم على 3 حاجات دول كده، يعتبر في جزء كويس. بعد كده هبعت لكم لينكات للكتاب النهاردة ان شاء الله، وفي نفس الوقت برضه هبعت لكم لينك دي الاسئلة. حد عنده يا جماعة اي سؤال في الجزء اللي فات؟ لو حد عنده اي سؤال يكتبه قبل ما نبدأ. هبعتهولكوا كلكوا في الاخر، لينك الكتاب هحطهولكوا كلكوا، واللي عايزه انا تحت امره. الكتاب والاسئله. ها، حد عنده اي سؤال؟ اللي عنده اي سؤال يا جماعه يكتبه. هنبتدي اول لما كل الاسئله يعني تخلص. يا ريت يا جماعه بس كله يغير اسمه، يعني كله يغير اسمه لاسم حركه ليه او اسم فعل يعني عشان نقدر نتواصل معاه بسهوله. هتلاقيها في الجزء اللي فوق في السطر اللي تحت اللينك بتاع الكلمة، اهو الدعم الفني حاطط لك اللينك، تقدر تخش على اللينك ده تشوف اللي انت عايزه. لكن هو هتلاقي كلمة جيست 36 دي مكتوبة فوق، هتشيلها وتكتب اسمك مكانها. انا عايز بس يا جماعة الأسئلة، بعد كده هنبتدي على طول. انت مثلا هتلاقي انت رقمك جست 36، هتلاقي كلمة جست 36 مكتوبة فوق، غيرها لاسمك. ها، خلاص نبدأ بقى. هتلاقي فوق جنب القلم والسماعة وعلامة الكاميرا واكس الحمراء دي، هتلاقي جنبهم كده، هو هتلاقي كلمة جيست 36، شيلها وحط اسمك.
تمام. نبدأ بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل حالا شيرنج للشاشة، فأول ما الشاشة تظهر الكل يقول بس إن هي ظهرت، وهنبدأ على طول. هي بالظبط دي بالظبط هتلاقيها ظهرت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظهرت ولا ظهرت؟ تمام. نبدأ بقى. أول حاجة احنا كنا المرة اللي فاتت كنا خلصناها، كنا انتهينا عند نقطة السيرش، وعرفنا ازاي نعمل سيرش عن طريق الحاجات كلها اللي هي الاسم أو السايز أو التاريخ أو أو نوع الملف أو الحاجات دي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مسألة بقى اللي هي التحكم في الكمبيوتر. طبعا مش هناخدها كلها، لكن هنتحدث عن حاجة عموما اللي هي لما نيجي ندوس على كلمة ستارت هنلاقي كلمة هنا اسمها كلمة ايه؟ كنترول بانل او لوحة التحكم. هي اللوحة المتحكمة اساسيا في الجهاز ككل، سوفت وير وهارد وير، او كجزء ملموس او جزء غير ملموس، يعني كجزء البرامج او جزء مثلا ان انا اتحكم في الماوس يتحرك ازاي، ان انا اتحكم في الصوت، ان انا اتحكم في اللي بيظهر لي على الشاشة. تمام. طيب انا اول ما بفتحها بيجيبها لي بالشكل اللي ظهر قدامنا ده، ان هي متقسمه اول جزء اللي هي بيك اكاتيجوري، هو دي كلمه كده ظاهره تحتها ابيرنس اند سيمز، وكلمه نت نتورك اند انترنت كونكشن، وبعد كده اد اور ريموف بروجرامز، متقسمه كذا جزء. طب انا عايز اقسمها بحيث بقى ان انا يعني ايه، هي كل واحده من دول جواها حاجات تاني، لكن انا عايز افتحهم بقى كلهم، مش عايز اخلي واحده بس هي يعني واحده بتجمع، لا انا عايز كل الايكونز تظهر. هدوس على كلمه سويتش تو كلاسيك فيو. اول لما بدوس عليها الشكل اللي قدامي شفته بيتحول ازاي، بيتحول ايقونات كتير بحيث ان هو ميبقاش متجمع كل حاجه في مكان لوحدها، لا كل واحده مستقله بذاتها. تمام، واضح كده يا جماعه. ده اول جزء اللي هو ازاي ان انا بخش على الكنترول بانل من قائمه ستارت وادوس على كلمه ايه، كنترول بانل. احنا خدنا كنا ازاي في الاول خالص ازاي احنا نغير الخلفيه والسكرين سيفر والحاجات دي كلها، بس احنا كنا بندوس بره كليك يمين ونجيب ايه كلمه ايه، بروبرتس. لا هي هنا نقدر نعملها عن طريق ايه، عن طريق ان انا اجيب كلمة display اهي، اول ما ادوس على دبل كليك بتظهر لي اهي نفس الحاجة اللي ظهرت بره، ديسكتوب وسكرين سيفر، ولا عايز اغير الابيرنس والسيتنج والحاجات دي كلها. تمام، موجودة اهي فين، في display. طب انا عايز اغير الوقت والتاريخ، اهو بدوس على ديتا تايم جاب لي الساعة اللي كانت هنا. طب عندي ايه تاني، احنا كنا اتكلمنا عن اللي هو لو عايز اعرف السيستم انفورميشن، لو عايز اعرف الكمبيوتر ده راماته قد ايه، عايز اعرف السيستم او الويندوز اللي نازل عليه ايه، وعايز اعرف الرامات والبروسيسور، كنا نخش على كليك يمين على ماي كمبيوتر، وبعد كده اخر كلمه اللي هي بروبرتس اهي. طب لو دوست كليك دبل كليك على كلمه سيستم جابها لي اهو تاني. فاذا انا اقدر ان انا استغنى عن كليك يمين اللي بره على الديسك توب وان انا اخش جوه الكنترول بانل. لو عايز اغير في الصوت ممكن اخش على ساوند اند ديفايسز، بعد كده اخش على الساوند، او اخش هنا على متهيألي على سبيكر فوليوم، لا كانت الفويس والاوديو ان انا ممكن ما اقدر اتحكم فيهم اهو، بقدر اتحكم هنا في الاوديو ان الصوت اللي بيطلع اهو، بدل ما ادوس دبل كليك فين على الجزء اللي تحت لو عايز اعمل ميوت اول لكل الاصوات بعملها. تمام، لو عايز اتحكم في الصوت اللي هو المايك يعتبر اتحكم في مين، اللي عايز اتحكم في كارت الصوت بذاته واتحكم فيه منين، من جزء اللي هو الايه، الهاردوير. تمام، في عندي مثلا بقى حاجات تانية، ان انا مثلا وليكن انا ضفت جهاز جديد للكمبيوتر، يعني مثلا جبت برينتر وضفته جديد، طب انا عايز اعرفه ازاي، باجي على اول كلمة. انا ممكن ايه الحاجتين اللي ممكن يضافوا جداد ايه على الكمبيوتر، هي حاجة ملموسة اللي هي كنا قلنا عليها او هنشرحها بالتفصيل في الاي تي، ان الكمبيوتر عندنا بيتقسم لجزئين، جزء هاردوير وجزء سوفت وير. جزء الهاردوير ده اللي هو ملموس، جزء السوفت وير اللي هو الغير ملموس او اللي هو البرامج. هاردوير مثال عندنا اللي هي الشاشة، كيبورد، الماوس، السيستم كيس اللي هو البوكس الاسود اللي تحت ده، السماعات كده، السبيكرز حاجات الفويس والبرينتر والسكانر وكل الحاجات دي. طب لو انا عايز انزل برامج هعمل ايه، انا اقدر برضه اضيفها من هنا، لكن هي متقسم عندي اضافات لحاجات. اول حاجه اقدر اضيفها لو حاجه ملموسه اللي هي الهاردوير، اللي هي لو مثلا جبت برينتر جديد، جبت فلاش اللي هي
الاستورج ميديا اللي هو الفلاشة اللي احنا بنقول عليها فلاشة، او مثلا وليكن هارد اكسترنال ومش راضي يتعرف اعرفه ليه، اذا كان في بعض الهاردات يعني تتعرف. جبت مثلا برينتر، جبت سكانر، جبت كاميرا وعايز اضيفها، دي حاجات اللي هي ايه ملموسة. لكن لو انا ضفت عايز بقى اعمل يعني اضيف برنامج جديد، وليكن زي الاوفيس لما نيجي نشرحه، زي الاوفيس، او مثلا برامج زي البرامج التصميمات الفوتوشوب والحاجات دي كلها، او برامج صوت وهكذا، يبقى عندي هنا حاجتين بيمكنوني ان انا اضيف: اد هاردوير واد اور ريموف بروجرامز. هنا اد هاردوير ان انا اضيف الحاجات الملموسه، وهنا اد اور ريموف السوفت وير. كلمه سوفت وير بتساوي كلمه بروجرامز وبتساوي كلمه ابلكيشنز. عندي كلمه سوفت وير الحاجات اللي هي غير ملموسه اللي هي البرامج، عندي ليها 3 مسميات: ابلكيشن او بروجرامز او الاسم الاساسي ليها اللي هو كلمه ايه، سوفت وير. تمام. طيب حتى لو في ناس بتتعامل مع الاوراق، او مثلا طلبه يقول لك مثلا ايه، لا انا مش عايز الكتاب ده كتاب، لا انا عايز سوفت، في ناس ممكن ما تفهمهاش كلمه سوفت ان هو ينزل على الجهاز او ينزل على الكمبيوتر، او يجيبه لك على فلاش، او يجيبه لك على اسطوانه، ده بحيث ان هو كده ايه، سوفت ان هو غير ملموس. لكن لو يقول لك كتاب، هو المفروض طبعا يقول لك كتاب هارد، بس طبعا ما ينفعش او هارد وير او سوفت وير. هارد وير اللي هو يعتبر حاجه بتتلمس بالايد. تمام. كلمه وير اللي هي هارد وسوفت، هارد وير وسوفت وير، في اشتباه ما بينهم بكلمه وير. وير يعني مشغولات، حاجه مشغوله ان انا اقدر المسها، حاجه مشغولات يعني زي المشغولات الذهبيه. تمام. هارد وير الحاجات اللي هي اللي اقدر امسكها، السوفت وير الحاجات اللي انا ما اقدرش امسكها. تمام. بإيدي. طيب لو عايز بقى اضيف اي، مثلا وليكن انا جبت جهاز جديد وعايز مثلا وليكن فلاشة مثلا وعايز اضيفها، او جبت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم جبت برينتر، جبت سكانر، جبت كاميرا وعايز اضيفهم، دبل كليك على كلمة ايه، اد هاردوير، بيفتح لي صفحة كده بيقول لي اد هاردوير ويزارد. يعني ايه؟ لو عايز تضيف يعني الجزئية دي بتمكنك ان انت تضيف اي جهاز جديد. بعد كده بتظهر لي هنا شاشة بيقول لي if you، اهي جنب العلامة الصفراء بيقول لي if your hardware came with an installation CD it is recommended that you click cancel to close this wizard and use the manufacturer CD to install this hardware. يعني ايه؟ بيقول لي لو انت الهاردوير اللي انت جايبه ده معاه اسطوانة، الافضل ان انت تدوس cancel وتشغله عن طريق الاسطوانة، يعني ايه، تعمل له اللي هو عملية الاكسس بتاعته، او عملية اللي هو ان انت تضيفه، بس عن طريق الايه، عن طريق الاسطوانة. تمام. لكن هو لو مش جاي مع اسطوانة انت تدوس ايه، عادي تدوس نيكست. انا ادوس نيكست، هو دلوقتي بيعمل عملية ايه، عملية سيرشنج على الجهاز. هو طبعا مش هيلاقي جهاز لان انا مش ضايف جهاز جديد. تمام. والخطوات اللي هتالي النقطة دي سهلة. تمام. يعني اول نقطة، هو انا بس عشان مش عندي جهاز جديد هنا، عشان هو حتى سألني بيقول لي يس، يعني سؤال هل الجهاز فعلا متوصل الكمبيوتر بتاعك، انا طبعا هقول له نو لان انا مش موصل جهاز، او هدوس كانسل طبعا اخرج. لكن لازم في الاساس ان انا ادوس له يس اي هاف اوريدي كونكتد ذا هاردوير، انا بالفعل ضفت الهاردوير. وبعد ما ادوس على نيكست هيعمل عليه سيرشنج تاني، اول لما يلاقيه بقى هيبدأ مرحلة الايه، التعريف بيه. تمام. لكن في طبعا في يعني اللي هي الموفابل ديسكس، او اللي هي الفلاشات بتضاف على طول، لكن في بعض الاحيان لازم اعمل لها تعريف. وساعات مثلا لو انا جبت برينتر جديد، جبت سكانر، جبت كاميرا، ضفت اي حاجه، اي جهاز غريب على الجهاز، لازم اعمل له اللي هي عمليه اد هاردوير. في الويندوز في حاجه خاصيه في ان هو اوتوماتيك، اول لما بضيف اي جهاز بيروح مطلع لي علامه اد هاردوير ويزارد دي على طول من غير ما انا اجيبها له. لكن في بعض الاجهزه ما بترضاش ان هي تعملها، فانا بضطر اخش جوه الكنترول بانل وانا اللي اعمل ايه، اللي هي اد هاردوير. تمام. دي اول جزئيه اللي هي لو انا عايز اضيف جهاز جديد تمام للكمبيوتر. يبقى احنا كده يعتبر بالمحصله بتاعه الحصص اللي فاتت او المحاضرات اللي فاتت، احنا كده اتكلمنا عن النهارده لسه متكلمين عن الهاردوير، قبل كده اتكلمنا عن الديت اند تايم، واللي قبلها برضو اتكلمنا عن الديسبلاي، وبعد واتكلمنا برضو عن السيستم، واتكلمنا عن الساوندز. تمام. النهارده هنتكلم عن حاجتين، وبرضه كنا قلنا على جزء الباور اوبشن في اول محاضره، اهو للناس اللي كانت مساله الهايبرنيت، اهو عندي كلمه باور اوبشن بدوس عليها دبل كليك، وبعد كده بلاقي فوق كلمه ايه، باور سكيمز، وبعد كده ادفانسد، بعد كده هايبرنيت، بعد كده يو بي اس، بدوس على كلمه هايبرنيت
واعمل هي دي طبعا بتكون متشاله عند بعض الناس، بعد كده بدوس عليها اعمل علامه تشيك اللي هي على ايه انيبل هايبر نيد، بس لازم يبقى في جزء ريكومندد، لازم يبقى في جزء يعني لازم يكون من المتطلبات الاساسيه ان الفري ديسك سبيس في السي لازم تكون 410 ميجا بايت، تمام. الفري ديسك دي اللي عندي، لكن الديسك سبيس required to hibernate لازم يكون موجود كام؟ 512، تمام كده يا جماعة، عشان يقدر يحفظ الجزء. يعني ليه بقى؟ لأن أنا جزء الرامات مثلا من المتوصلة بالجهاز ده 512، فده لو مشغل حاجات على قد ال 512 هو هيضطر إن هو يحفظها في السي، ده كده أنا حاطط في السي عندي كام؟ المساحة الفاضية 410، يبقى هو كده مش هيقدر يعمل عملية الهايبرنيت كاملة. لكن أول لما أوفر له أول فوق ال 512 هيقدر يحفظ لي الايه الجزء اللي انا كنت شغال عليه كله زي ما شرحنا في جزء الايه في جزء الهايبر نيت، تمام كده يا جماعة. طيب حد عنده اي سؤال في الجزء اللي فات؟ اللي عنده اي سؤال يسأله عشان نخش على الجزء الجديد اللي هو بتاع add or remove programs او add or remove software او add or remove ايه applications. محدش عنده سؤال؟ هو رقم واحد يعني ايه؟ عشان انا ممكن بس اكون نسيت الدعم الفني. تمام طيب نيجي على الجزء التاني اللي هو بتاع add or remove programs. اول لما بدوس عليها دبل كليك بلاقي على الجزء اللي على الشمال كلمة change or remove programs. على فكرة هي ممكن بس تاخد وقت على حسب كمية البرامج اللي احنا منزلينها، يعني مثلا لو واحد عنده ويندوز اكس بي هيكون هيلاقي لستة معينة كده صغيرة، لكن لو واحد عنده طبعا ويندوز 7 هيلاقي اللي هو السكرول بار الأزرق اللي في الجنب اللي على اليمين خالص ده هيلاقيه صغير، هيلاقيه صغير قوي بحيث ان هو عنده برامج ايه كتيرة، على حسب طبعا الرام اللي متسطبة على او الرام اللي متوصلة بالكونكتد بالايه بالماذر بورد او كونكتد بالجهاز اللي عندنا. اول حاجه على الشمال خالص هنلاقي كلمه change or remove programs. لو انا عايز اغير او change هنا معنى كلمه repair، يعني انا ممكن اصلح حاجه في برنامج او ان انا ارمي برنامج. تاني حاجه تحتيها كلمه add new programs، عشان كده الاسم المسمى اللي متسميه بيه الايكونز اللي في كنترول بانل متسميه ايه add or remove programs. تحتوي على حاجتين، اول حاجه ان انا ممكن اصلح او ارمي البرنامج، تاني حاجه ان انا ممكن اضيف برنامج. واحد يقول لي ازاي اضيف برنامج وانا بلاقي علامة سيت اب؟ ما انا اقول له ممكن انت تكون حاطه على اسطوانة او تكون حاطه على الكمبيوتر بتاعك وعادي تعمله من هنا سيت اب عادي جدا، هيعمل نفس عملية السيت اب بتاعت اللي انت بتسطبها عادي، او انا بدوس على ايكون بتاعت السيت اب اللي موجودة في البرنامج عندك. وبعد كده الجزء التالت والرابع دول يعني مش مهمين قوي بالنسبة لنا، يعني اللي هو اد ريموف ويندوز كومبوننت لو عايز اضيف حاجات معينة او اشيل حاجات معينة من السيستم بتاعي، من السيستم مش من البرامج اللي نازله. في فرق بين الاوبريتنج سيستم والابلكيشن. الاوبريتنج سيستم هو الحاجه اللي بتمكني ان انا اشغل الهاردوير بحيث ان هو يشغل السوفت وير. ايه ده ازاي الكلمه دي تاني؟ الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل هو الحاجه اللي بتخلي الهاردوير يشتغل عشان يشغل لي السوفت وير بتاعي. يعني بقى ترجمة الكلمة الغريبة اللي أنا بقولها دي إن أنا الحديد اللي تحت السيستم كيس دي طبعا أي حتة حديد من غير الأوبريتنج سيستم ما تشتغلش. طب وأنا حاطط وأنا جايب الكمبيوتر ليه؟ عشان أشتغل أوبريتنج سيستم؟ لأ، أنا عايز أشتغل على برامج. إذا أنا بجيب الأوبريتنج سيستم أو نظام التشغيل عشان أشغل الحديدة اللي تحت دي عشان أقدر أشغل عليها إيه البرامج. يبقى أنا بستخدم السوفت وير علشان أشغل الهاردوير عشان يمكنني ان انا اشتغل على البروجرامز او الابليكيشنز، تمام. اخر حاجه اللي هي سيت بروجرام اكسس اند ديفولت، دي حاجه خاصه بالايه بالبرامج اللي جايه اساسا مع الكمبيوتر، تمام، او مع الويندوز. اول حاجه بقى نبتدي كده واحده واحده بقى كده على الجزء اليمين، دي لسته بكل البرامج اللي انا مثلا او اللي موجوده على الكمبيوتر اللي انا قاعد قدامه ده. بعد كده اول لما في برامج مثلا اول لما اجي ادوس عليها
فبيجيب لي جنبها كلمة ايه، remove، remove وعند change. بص يا جماعة هنا بيجيب لي اسم البرنامج، وتحتها بيجيب لي كلمة click here for support information عشان يوصلني مثلا اعمل support بالموقع بتاع بتاع الشركة اللي هي شركة ادوبي اللي هي اصدرت البرنامج ادوبي ريدر ده. وبعد كده في الجنب هنا بيجيب لي السايز، مساحته قد ايه، واليوزد بتاعه استخدامه ريرلي، نادرا ما بيستخدم. وبعد كده عندي كلمتين هنا تشينج وريموف. تشينج ان انا اعمل له عمليه خبير لو في حاجه غلط في البرنامج وانا مثلا عايز اصلحها، وكلمه ريموف ان انا لو عايز ايه اشيله من عندي على الجهاز. اول طبعا ما بدوس على كلمه ريموف بيروح جايب لي شاشه، اول ما باجي ادوس عليه ار يو شور يو وونت تو ريموف ادوبي ريدر فروم يور كمبيوتر، طبعا هدوس له ايه يس، وهو يشتغل في عمليه الايه الان انستول. انستول هي عمليه تثبيت او تسطيب زي احنا بنقول، ان انستول اللي هي عمليه ايه عكس ان انا اثبته ان انا اشيله. تمام كده يا جماعه. طبعا انا هنا هدوس نو، بس الاساسي لو انا عايز اشيل البرنامج بدوس عمليه ايه، بدوس على كلمه يس. تمام، هدوس على البرنامج اللي انا عايزه. لو انا مثلا منزل بعض الابديتس للكمبيوتر بدوس على كلمه ايه شو ابديتس، بينزل لي البرامج اللي انا ايه اهي مثلا ويندوز اكس بي سوفت وير ابديتس، الحاجات اللي انا عملت لها ابديتس. بعد كده عندي هنا سورت باي، ان انا ارتب الليسته بتاعت البرامج دي حسب الاسم ولا حسب السايز ولا حسب الفريكوانسي اوف يوز ولا حسب ديت لاست يوز اللي هو تاريخ اخر استخدام. تمام، ده كده الجزء الخاص بتشينج اور ريموف بروجرامز. طب لو انا عايز اضيف برنامج جديد هدوس بس على كلمه ايه اد نيو بروجرامز، هلاقي كلمتين ظهروا لي اد بروجرامز فروم مايكروسوفت الشركه اللي هي عملت الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل اللي عندي، وهدوس على كلمه ايه ويندوز ابديتس ده لو انا عايز اعمل ابديت للويندوز. وعندي كلمه فوق ان انا لو عايز اضيف برنامج جديد بيقول لي سي دي اور فلوبي، هي طبعا سي دي اور فلوبي او الهارد ديسك عندي، ان انا بدوس عليها. بعد كده بدوس على بيجيب لي شاشه بيقول لي كلمه ايه نيكست، يبقى الكلمه الاولى هنا ان انا عايز اضيف برنامج، وهنا لو عايز اعمل ابديت للويندوز بدوس على كلمه ايه سي دي اور فلوبي. بعد كده بتطلع لي شاشه بدوس عليها كلمه ايه نيكست، بيدور اول حاجه تبقى بطيئه قوي على اللي هو الفلوبي ديسك ما بيلاقيش. طب برضه ما لقاش في الاسطوانه، فانا بدوس على كلمه ايه براوس واختار مكانه فين عندي على الكمبيوتر. تمام، حتى الفايل تايب او نوع الملف اللي هو يدور عليه هيقول لي سيت اب بروجرامز، البرامج اللي هي ممكن تعمل عمليه ايه سيت اب. تمام كده يا جماعه. بس ده كده كان الجزء الخاص بالاد اور ريموف بروجرام. يبقى احنا اتكلمنا ازاي نضيف هاردوير حاجه ملموسه وحاجه غير ملموسه. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ ها لو حد عنده اي سؤال بقى يسأل، عشان فاضل لنا نقطه واحده وهنتكلم بقى في جزء الايه، وهنكون خلصنا الجزء يعتبر البسيط او اللي احنا مطالب بينا ان احنا ندرسه في جزء الايه الكنترول بانل. تمام كده. طيب نتكلم على اخر جزء في الكنترول بانل، هو ان انا لو عايز اضيف لغة جديدة. انا مثلا وليكن اتعلمت مثلا لغة وليكن فرنساوي، وعلى فكرة يا جماعة الكمبيوتر هو من اقوى الحاجات اللي بتعلمنا الانجليزي. ليه؟ ان انا مثلا وليكن انا هقابل مثلا كلمة كنترول، وانا وليكن مثلا في 5 ابتدائي ولسه ما خدتش معنى كلمة كنترول دي ايه، بس هو اول لما شفتها عايز اعرف الكلمة دي مثلا معناها ايه، رحت داخل على القاموس جبتها، عرفت كلمة كنترول يعني تحكم، وعرفت ان كلمة بانل يعني الأداة او وسيلة التحكم. طيب خلاص انا كده عرفت. فلما تيجي مثلا تشرح لي في المدرسة او تشرح لي في درس او تشرح لي في جامعة مثلا وليكن لو انا كنتش خدت بالي منها قبل كده، فان هو بيكون حاطط لي ايه خلفية عنها. فلو واحد مثلا اتعلم لغة جديدة وعايز ينمي مهاراته فيها، طبعا غير النطق، النطق ده اساسي لازم يقعد يتكلم بيها مع ناس ان هو يعني ايه هتتدرب بيها. يعني مثلا يفضل ان لما واحد يروح ياخد كورس لغة يخلي اصحابه ياخدوه معاه. ليه؟ عشان يقعدوا يتمرنوا مع بعض، ان هو ممكن في وقت كده يقعدوا يتكلموا مع بعض. تمام،
يقووا او يناموا اللغه بتاعتهم. هنا برضو في الكمبيوتر الواحد لو عايز يقوي اللغه بتاعته يضيف لغه جديده للكمبيوتر، وهتكون لغه كتابه مش لغه الكمبيوتر، هتكون لغه كتابه ان هو يضيف مثلا وليكن يخلي الكتابه عنده. لو هو مثلا اتعلم لغه فارسيه عايز يتعلمها ازاي، يروح ضايف اللغه الفارسيه ويبدا يكتب بيها. وهنشوف كميه اللغات اللي نازله مع الكمبيوتر كام لغه. تمام، اول حاجه بقى ان انا عايز اضيف لغه، ان انا بخش على كلمه regional and language option. طب في سؤال، انا لو كان عندي كلمه switch الشكل اللي هو الاولاني ده، طب انا هعرف منين الحاجات؟ اول حاجه انا عندي appearance and seams، ده لو دخلت جواها هلاقي كلمه ايه display اهي تقصين اهي. وشفنا لما كنا بنشرح الجزء الهيدن وجزء اللي هو الاكستنشنز، اللي هو الهيدن لو انا عايز اخفي ملف اجيبه برضو من فولدر اوبشن واجيب فيو، وعندي اللي هو شو هيدن اهو والهايد اكستنشنز، صح ولا غلط؟ وجزء الديسبلاي اول لما ادوس عليها اهو ديسكتوب والريزوليوشن والسكرين سيفر والحاجات دي. طيب انا هطلع اب، عندي ايه تاني؟ نتورك اند انترنت كونكشن، ده عايز اتحكم في الايه، في الكلام اللي هو النتورك والانترنت عندي والحاجات دي. لما نيجي نشرح جزء الانترنت هنخش هنا شويه، هنشرح حبه كلام هنا شويه. وبعد كده اد اور ريموف بروجرامز اللي احنا لسه شارحينها اهي، ننزل ايكونز لوحدها. طب في ايه تاني؟ الساوند اهو اللي هو الجزء بتاع اللغه. بعد كده عندي كل جزء البرفورمانس اند مينتينز اهو، جزئيه مهمه ان انا برضو بخش على جزء الايه السيستم، وجزء برضو الباور اوبشن. وبعد كده البرنترز اند الاذر هاردوير، ان انا لو عايز برنتر جديد، عايز اتحكم في الماوس، عايز اتحكم في السكانر والكاميرا الكيبورد والفون والمودم. تمام، ولو ضايف اللي هو الجيم كنترولر اللي هو زي ما بنقول الدراعات وعايز اتحكم فيها. تمام، وبعد كده جزء اليوزر اكونت ده هنشرحه النهارده، وهو بقى الجزء اللي احنا هنشرحه فين، اللي هو الديت تايم لانجويج اند ريجنال اوبشنز. ده لو انا كنت عايز اخش غير الوقت والتاريخ، والجزئيه التانيه اللي نازله معاها اللي هي الريجنال اند لانجويج اوبشن. يبقى هي بتظهر عن طريق حاجتين، يا اما اول جزئيه اللي هي الكلاسيك، يا اما جزء الايه الكاتيجوري. تمام، يبقى احنا نجيبها عن طريق مثلا الكاتيجوري، وهنخش على الديت تايم لانجويج اند ريجنال اوبشنز، ونخش اهو بقى على الجزء الايه الريجنال اند لانجويج اوبشنز. تمام، اهو دي ظهرت قدامي، ده جزء الريجنال اللي هو الجزء الاقليمي او المنطقه اللي انا بتعامل بيها. بيقول لي مثلا الارقام عندك ماشيه ازاي، احنا طبعا ماشيه ديسيمال، بس هو هنا الكمبيوتر متظبط على انه فين الحاجه اللي انا همشي تبعها، الفورمات اللي انا همشي تبعها. انا مثلا همشي عن طريق النمبرز اللي هو العشري، والعمله اللي هي الدولار، والوقت، الوقت هو ظابط لي الوقت كام، والتاريخ، واللونج ديت اللي هو الشورت ديت واللونج ديت. الشورت ديت يا جماعه اللي هو اللي بيكتب لي التاريخ فقط، اللي هو مثلا 12/12/2012 او 13/13/2013. تاني جزئية اللي هو بيشرح لي اللي هو اللونج ديت اللي هو الفرايدي، احنا في شهر نوفمبر 18/2011، واللوكيشن المكان اللي بيتعمل لي فيه بروفايد سيرفر بيبقى فين، في اليونايتد ستيت. تمام، تاني جزئية عندي اللي هو جزء اللانجوج، جزء اللي هو التكست سيرفيس اند الانبوت لانجوجز، اللي هو الجزء اللي انا جزء الكتابة وجزء لغة الادخال. لغة الادخال يعني ايه انبوت واوتبوت؟ انبوت حاجات المدخلة اللي انا اقدر ادخلها بايديا. طب ايه مثلا وحدات الادخال عندي في الكمبيوتر؟ وده هنعرفها طبعا بالتفصيل في جزء الاي تي او الانفورميشن تكنولوجي، اللي هو مثلا زي الكيبورد انا اقدر ادخل بيه بيانات للكمبيوتر، الماوس ما بقدر ادوس على كليك ده بيعمل عملية انبوت، الحاجة اللي انا اقدر ادخلها الميكروفون المايك. تمام، السكانر انا بقدر ادخل بيه الكمبيوتر، لكن ايه بقى الوحدات اللي بتخرج لي الشاشه؟ مش هي دي اللي بتخرج لي الصور وتخرج لي اللغه وتخرج لي كل حاجه؟ السبيكرز، السماعات، البرينترز. تمام، وهنعرف ايه هي الحاجه الوحيده، سؤال كده لو حد يعرفه، ايه هي ومحتاج اجابه يعني دلوقتي، هي الحاجه الوحيده اللي تعتبر انبوت واوتبوت في نفس الوقت، تعتبر وحدة ادخال واخراج في نفس الوقت. لو حد يعرف يجاوب يجاوب، مش هيعرف خلاص نقولها في جزء الاي تي.
ايه هي الحاجة الوحيدة اللي هتعتبر input و output في نفس الوقت؟ ازاي؟ لا، ما انا ممكن اجيب مايك لوحده واجيب سماعات في حتة تانية. لا، هي في نفس الحاجة. تعتبر وحدة ادخال واخراج في نفس الوقت. انا ممكن اجيب سماعة البرينتر. ليه؟ انت تقدر تدخل حاجة بالبرينتر؟ الاسكانر تقدر تخرج حاجة بالاسكانر؟ تدخله بس بيه الصور، لكن ما تقدرش تخرج بيه الصور. لا ده عشان كده ايه. بس زمانها عمر قربت. ازاي دي؟ ازاي الفلاشة؟ فلاش؟ لا طبعا، فلاش دي حاجه تالته خالص، مالهاش دعوه بيهم ولا انبوت ولا اوتبوت. حاجه اسمها ميموري ستورج، اللي هي وحده تخزين صوت مش مزدوج. طبعا انا ممكن اجيب مايك منفصل واجيب كاسيت. ايوه، الشاشه. الشاشه وحده اخراج، بس ايه بقى؟ مش شاشه، هي قريبه من جزء الشاشه. حاجه يا جماعه، ها؟ ايوه بقى كده صح. الشاشه التاتش، الشاشة اللي هي التاتش سكرين دي، انا بقدر ان انا ادوس عليها وتطلع في نفس الوقت. غير بقى اسمك مين؟ الاستاذ جه 36. غير اسمك بقى، ومدهلك باسمك عادي. الصوت بيتعاد مرتين، مظبوط كده ولا لا؟ ماشي اسمعني كويس. الفعلا تاتش سكرين هي الحاجة الوحيدة اللي تعتبر انبوت واوتبوت في نفس الوقت. يعني ايه؟ مش عارف اغير الاسم. هتلاقي فوق، هتلاقي اسمك مكتوب فوق. هتلاقي فيه اللي هي عامل زي الوايرلس، اللي هي هتلاقي شرطتين او ثلاثة خضر واتنين او ثلاثة تانيين رمادي، هتلاقي جنبيهم مكتوب جيس 36. ام سيلكت على اسمك وغير. اه عشان الشير. طب اول ما نوصل للشير استاذ هاني هنظبطها لك المسألة دي. تمام كده استاذ هاني، ولا حلاوة فعلا تاتش سكرين، لان هي الحاجة الوحيدة زي الموبايلات بالظبط اللي هي التاتش. انا بقدر ان انا اكتب له، يعني مثلا احرك مثلا حاجة وفي نفس الوقت يعني انبوت في نفس الوقت، وبتخرج لي برضه الحاجة بنفس الحاجة بنفس الامكانية بنفس الحاجة. تمام. طيب نرجع بقى تاني، اللي هو جزء الايه، اللانجوج. انا بظبط وحده الادخال، انا ما اقدرش اتحكم في جزء الستارت ان انا اغير لغه الستارت والكلام اللي ظاهر ده. لا، انا اقدر اتحكم في اللغه اللي انا ايه، بقدر ادخلها للكمبيوتر. بص على كلمه ايه، ديتيلز. بيجيب لي كلمه تكست سيرفيس اند انبوت لانجوج. بيقول لي الديفولت انبوت لانجوج هنا عندنا ايه، عندي 3 لغات. انا هنا ضايف لغه العربي المصري والعربي السعودي اللي هو 102 حرف، المصري 102 والسعودي 101، وضايف اللغة الايه، الانجليزية. تمام. طب انا مثلا وليكن انا عايز اضيف لغة جديدة، اهو مثلا ادوس على الانجليش، دوست مثلا ابلاي، بقت هي مثلا موجودة مؤقتا. ان انا لو كتبت هيكتب لي ايه بالانجليش. طب لو انا عايز مثلا اشيل وليكن اللغة السعودية من هنا، هدوس مثلا ايه، عندي هنا كلمة عربي ايجيبت، وعندي هنا كلمة عربيك سعودي اريبيا، وعندي هنا كلمة انجليش يونايتد ستيت. طيب انا اول لما ادوس على كلمة عربيك سعودي اريبيا، انا عايز اشيلها. عندي هنا كلمة اد لو انا عايز اضيف لغة جديدة فوقهم، ولا عندي كلمة ريموف لو انا عايز ايه اشيلها. اول لما ادوس على كلمة ريموف شال لي كلمة ايه، خلاص شالها. لكن لو دوست كانسل طبعا هيرجعها تاني، لكن لو انا دوست اوكي ذهبت كده بلا عودة. تمام. طيب هشوف كده اللغات بقى اللي موجودة عندي، لقيت عربي وانجليزي فقط. تمام. اول لما دوست على اي ار اللي تحت، اي ار اختصار لكلمة عربي،
في ان اقتصاد لكلمة انجلش، تمام؟ اول لما دوست اتحولت لانجلش، اول لما دوست اتحولت لعربي، وكلمة سعودي اريبيا ايه مش موجودة. لكن لو انا بقى عايز دي في لغة هدوس كلمة اد. بص عندنا بقى كام لغة، تركي وسويدي واسباني، واسباني كذا طريقة، اسباني في الاكوادور، واسباني في السلفادور، والمكسيك، وبوليش اللي هو البولندي، ومثلا في مالها العربي، ايه كل الحاجات دي مالها العربي. وعندنا في هنا ايطالي، وايطاليا في ايطاليا، وايطاليا في سويسرلاند ولا سويسرلاند، وبعد كده الالماني، وبعد كده الجريك، وهتلاقي لغات كتير، وفرنساوي، وطبعا الانجليش في كل دولة ليها لغة. وهنلاقي برضو العربي موجود في حاجات كتير، هنلاقي في كل دولة ليها لغة معينة، معرفش ليه، مع انهم الحروف هي هي، بس الناس اللي بتدقق قوي بقى في الحروف وهنعرف الجزء الورد، هنلاقي مثلا حرف الجيم ب5 نقط، ولا اسف ب4 نقط، هنلاقي لغات غريبة يعني كده ما كناش نعرفها يعني قبل كده، تمام؟ دي لو انا عايز اضيف ايه، اضيف لغة جديدة مثلا، بختار وليكن عربي مثلا سعودي ليبيا، او مثلا اختار مثلا وليكن تيجي نختار الايه الفرنسي مثلا بتاع فرنسا، وبعد كده ادوس ايه اوكي، اتضافت هنا ايه، تمام؟ وبعد كده ادوس اوكي، انا ادوس على الزرار اللي هنا اهي موجودة اف ار الفرنش، تمام؟ لو عايز طبعا اشيلها، بعد كده ادوس على كلمة اللي هو هنا regional and language options، وبعد كده بدوس على التاب اللي فوق اللي هو بتاع language، وبعد كده details، واعمل كليك على العلامة الزرقاء او على كلمة فرنش اللغة المعينة اللي انا عايز امسحها، وادوس على كلمة ايه remove، وبعد كده اوكي، كده مسح الايه اللغة الفرنسية خالص من على ال input languages بتاعتي، تمام؟ لو حد بقى عنده هنص بس الشاشة اللي هو الشير، لو حد عنده اي سؤال بقى ايه يسأله، اتفضل. تمام، يجي 73 غير اسم، ها حد عنده اي سؤال؟ لا يوجد اسئلة. على فكرة انت كده بتتبع نظام ديكتاتوري، نحن في زمن الديمقراطية، صح؟ ايوه في اسئله اهو، في اسئله، مفيش اسئله، متطلعش سبعه بقى. كنا بنتكلم على جزء النهارده، شرحنا جزء الكنترول بانل، لا خلاص اسحناه تمنينا علينا ايه. تقدري بعد ما نخلص تنزل الفيديو ان شاء الله كمان 24 ساعة هتلاقي فيه، هشرح لكم دلوقتي، هتلاقي فيه كمان 24 ساعة هتلاقي الفيديو نزل على الشانل بتاعت الدارين على اليوتيوب، تقدروا تغيروا من... تقدروا تحملوا الفيديو وتقدروا تشوفوا الجزء اللي فاتكم في الايه في الكنترول بانل. لو عايز تغير الساعة باجي اخش على الكنترول بانل، هقولها لك اهو، وانت تطبق يعني انت تسمع صوتي وتطبق، هدوس على قائمة ستارت، وبعد كده كنترول بانل، وبعد كده بدوس على الايكون، لو انت عندك ممكن تلاقي كلمة date time language and regional options، ممكن تلاقي كلمة date and time، تخش عليها وتغير الساعة بالطريقة اللي احنا كنا شرحناها في اول ايه في اول مرة، تمام؟ لو عايز تظبطها بحيث ان هي تكون مرتبطه بساعه الانترنت، هتيجي على اول لما تدوس على كلمه داتا تايم دي، هتيجي تدوس على في 3 تابس فوق، اول كلمه داتا تايم، بعد كده تايم زون، بعد كده الانترنت تايم،
وهدوس على كلمة اوتوماتيكالي سينكرونايز ويز ان انترنت تايم ايه سيرفر، بحيث ان هو هيرتبط بالايه بالساعة المرتبطة او الساعة اللي شغال عليه على الانترنت، طبعا بتكون دقيقة لأبعد الحدود. اولا انا اتبسطت جدا ان انت داخل، انك عندك 11 سنه عايز تتعلم، دي حاجه عظيمه طبعا. تتعلم كمان من نفسك دي حاجه كبيره جدا. بس هقول لك على حاجه، لازم في الاول، انا بتكلم عربي لكن المسميات لازم انجليزي. هقول لك واحده واحده، هشرحها لك بالطريقه البسيطه. شايف الساعه عندك على الجزء اليمين؟ هتروح دايس دبل كليك عليها او تدوس مرتين بالماوس اللي هو الزرار اللي على ناحية الشمال. ايوه، اصلا افتكرته كبير فكنت بشرحه بطريقة يعني الناس اللي هي اللي لسه عندها كنترول بانل. لكن دلوقتي هتلاقي علامة الساعة مكتوبة تحت، هتدوس دبل كليك عليها يعني، او هدوس مرتين بالزرار الشمال اللي موجود في الماوس مرتين ورا بعض بسرعة، هتلاقي الساعة ظهرت لك. تمام، خليك معايا قولي تمام ولا لا، لو في حاجة وقعت قولي. تمام، هتلاقي الساعة ظهرت لك كأنها ساعة يد، وهتلاقي تحتيها الساعة موجودة، هتلاقي مثلا موجودة ان هي عداد بيعد ورا بعضه، اللي هو هتلاقي رقم وجنبيه علامتين نقطتين وبعد كده رقم وبعد كده نقطتين وبعد كده رقم، وبعد كده هتلاقي كلمة بي ام او اي ام. صح؟ ها، تابع معايا اه ولا لا؟